النهاردة هنعمل وصفة لذيذة لأن فيها مكونات حلوة. الوصفة دي عشان نعملها عايزين خضار مشوي، والخضار اللي هنستعمله هو بس الفلفل الألوان، وهنستعمل كمان بتنجان مشوي. بتنجانة ممكن تشوها زي ما هي وممكن تعملوها شرايح زي ما انتوا عايزين. عايزين كمان لحمة مفرومة، بصل، طماطم مقطعة مكعبات اتنين، وعايزين ريحان وصلصة طماطم، وعايزين جبنة موتزاريلا، وعايزين زبدة، وعايزين بعد كده كمان جلاش، عجينة جلاش. أول حاجة هنعملها عايزين نعصج اللحمة بتاعتنا. هناخد الزبدة وممكن نحط مع الزبدة شوية زيت عشان خاطر الزبدة ما تتحرقش مننا، فهنحط بس شوية زيت، ممكن زيت زيتون بيبقى أحلى. هنحط بقى بس حتة زبدة، هنعصج اللحمة عادي. هنقلب الأول البصل شوية بس يصفر، هنضيف اللحمة المفرومة. هناخد بقى اللحمة المفرومة هنقطع برضو الفلفل، البتنجان عايزين نقطعه برضو. دلوقتي بقى عايزين نحط القوطة، طماطم هنحطها مع اللحمة. وهنستنى عليها بس تدبل شوية كده مع اللحمة بتاعتنا. دلوقتي اللحمة عندنا اتسبكت، هناخد بقى الريحان اللي عندنا دلوقتي هحطه. هنجيب بقى الطبق اللي هنحطه في الفرن، هنحط اللحمة اللي عندنا فيه تحت في قاع الطبق بتاعنا. وهناخد دلوقتي الخضار اللي عندنا ده وهنحطه كله فوق الطبق ده. الخضار المشوي بيدي نكهة جميلة في الأكل. هناخد بقى دلوقتي الجبنة وهنحطها على الوش. وناخد النص ده نقطعه كمان كده. هناخد بقى الجلاش وهنبتدي نعمله ايه على شكل يعني كده، ونحطه كده. ده بقى لازم نكون طبعا مولعين الفرن من قبل من الاول، لان احنا يعني عندنا كل حاجة مستوية بس الجلاش عندنا هو اللي عايز يتحمر من فوق ويستوي شوية. بحط كل ورقتين مع بعض. نحطها بقى في الفرن. درجة حرارة 200